ولكن يعني في هذه الحالة الغرب يلوح بعقوبات اقتصادية موجعة حسب ما يعني يقول المسؤولون في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية. هل روسيا مستعدة لتحمل هذه التبعات الاقتصادية الموجعة؟ أستطيع أن أقول بشكل أريحي للمشاهدين المصريين أن روسيا أكثر من 100 عام تعيش في ظل مثل تلك العقوبات من الدول الغربية. أظن أنه أكثر من 100 عام، حتى من أيام الثورة التي كانت في 1917 دائما ما وقعنا تحت تلك العقوبات. وفي الوقت الحالي كانوا يقومون بعقوبات ويقومون ضد روسيا، سواء من أمريكا أو من دول الناتو من عام 2011، وهم يزيدون في تعقيد تلك العقوبات ويقومون بأكثر من 100 مرة يقومون بزيادة تلك العقوبات في 10 سنوات الأخيرة من ناحية الولايات المتحدة الأمريكية. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنه في الوقت الحالي شركاؤنا الغربيون هم يعني يعبرون على أنهم ليس لديهم حلول أخرى، لأنه كل عقوبات جديدة تعني أن العقوبات القديمة لم تكن فعالة، وعلى هذا الأساس هم يحاولون بكل الطرق أن يتخذوا إجراءات جديدة. أستطيع أن أقول لك أن كل تلك التهديدات التي نسمعها يوميا قاموا بالتصريح عنها من 2014، حينما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات ضد روسيا بعد ضم القرم. في هذا الوقت السيد الرئيس باراك أوباما صرح بشكل مباشر في أنها سوف تكون عقوبات مباشرة على الشعب وعلى الدائرة المقربة من الرئيس بوتين. هذا يعني أنه منذ 8 سنوات كانت هناك تلك التهديدات وتلك العقوبات، واليوم نسمع مثل تلك العقوبات مرة أخرى. وعلى هذا الأساس فإن السياسيين الغربيين يقومون دائما بالتلويح بتلك العقوبات كأنها سوف تكون صعبة وستهطل علينا كالثلج. يعني نحن نقول بشكل مباشر أننا نرى في أن تلك التهديدات من جانب شركائنا الغربيين لن تكون فعالة في التأثير على روسيا أو مهما كانت تلك العقوبات الاقتصادية. الاقتصاد الروسي حتى أثناء سريان تلك العقوبات أصبح أكثر قوة وينمو بشكل كبير، وأنا أثق أنه سوف ينمو بشكل أكبر وأكبر في المستقبل. لدينا شركاء آخرون في العالم غير الولايات المتحدة الأمريكية وغير الشركاء الغربيون، بما فيهم جمهورية مصر العربية والصين والهند ودول جنوب شرق آسيا ودول أمريكا اللاتينية والدول الإفريقية. وعلى هذا الأساس لدى روسيا شركاء أكثر بكثير ممن يلوحون لنا بالعقوبات الآن. في السنوات الماضية نحن نرى أن الغرب يقوم بشكل مباشر بعزل نفسه عن العالم.